أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مجددا، وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم أنه بإمكانكم متابعة كل برامج قناة هلا على الهواء مباشرة. حملوا الآن التطبيق لمتابعة قناة هلا. وننتقل إلى الموضوع التالي. دوت سفارات الإنذار مساء اليوم الأحد في أشكلون وبلدات غلاف غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة، وجاء ذلك بعد أقل من يوم من الإعلان عن التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية دخلت حيز التنفيذ مساء يوم أمس السبت، وذلك بعد 5 أيام من القتال. ورغم أن الاتفاق شهد بداية هشة بعد حوالي الساعة 10 ليلا أمس السبت، حيث واصل الجانبان الهجمات المتبادلة لمدة ساعتين بعد بدء سريانه مساء السبت. دوت هذا المساء مجددا كما ذكر آنفا صفارات الإنذار في أشكلون وبلدات غلاف غزة، وجاء في نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة 10. وأضاف الاتفاق بناء على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا استهداف الأفراد، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار. وأضاف الهدوء سيقابل بالهدوء، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم أو التهديد فإنها ستواصل فعل ما يلزم عليها للدفاع عن نفسها. من جانب آخر، قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: نعلن قبولنا بالإعلان المصري ونلتزم به ما التزم به الاحتلال. وأضاف: قبولنا جاء بعد حصولنا على تعهد بوقف الاغتيالات ووقف استهداف المنازل والمدنيين. للاستزادة أكثر حول هذه القضية وحول انعكاساتها وتبعاتها السياسية على مستوى الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر المحامي أحمد بلحة، ناشط سياسي واجتماعي وأيضا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العربي، الأستاذ نمر غانم. أهلا وسهلا بكما. أهلا، مساء الخير طبعا لكما ومرة أخرى لكافة المشاهدين والمشاهدات. طبعا سفارات إنذار في أشكلون وغلاف غزة، هل انتهت الهدنة برأيكما؟ في اعتقادي أنه لا، لم تنتهي الهدنة، يمكن لأنه الحديث كان يدور حول أنه ممكن أن يكون شيء بالخطأ أو من أي ممكن تنظيم ثاني إلى آخره إلى آخره. هذا راح يتبين في الساعات القريبة القادمة، وفي اعتقادي كمان ولا أي طرف اليوم بده يتسرع أو يجي ويستعجل ويرجع كمان مرة لنفس المعركة ونفس العملية من أول وجديد، لأنه الطرفين بفكر أنه انبسطوا أنه انتهت المعركة بعد 5 أيام، سواء إسرائيل اللي هي يعني كل طرف بيقول لك أنا مستعد أسحب أشهر يعني، بس من ناحية العملية الطرف الإسرائيلي ما صدق ويخلص لأنه بده يحرر الناس تطلع على أشغالها وأعمالها والتزاماتها، وطبعا من جهة الفلسطينية كذلك الأمر مواصلة الحياة طبيعية. فبالتالي في اعتقادي أنه بعد التوصل للهدنة هاي شوي صعب أنه ترجع بهذه السرعة وينقضوها يعني الطرفين. أستاذ نمر، هل تتوقع في آخر حدث قبل نصف ساعة حول إطلاق هذا الصاروخ والشعار لتوقف الهدنة أم استمراره أم ماذا؟ مساء الخير لك ولا يا أخي أحمد ولكل المشاهدين. أولا يعني بالنسبة لموضوع الجهاد الإسلامي، بدون شك أنه كان هناك يعني هذه الجولة بدأت في طبعا عدم تسليم جثمان الأسير عدنان من الجهاد، عدنان خضر. واعتقد انه بالنسبه للوقف اطلاق النار اللي كان الليله الفاتي، وما كان هناك ما كانت هدنة، كان وقف اطلاق نار مؤقت، والكل طبعا حتى المحللين الاسرائيليين بيقولوا احنا بنستنى بالجوله الثانيه سيف بابا يعني، هم واخر صاروخ اطلق من الجهاد بدون شك انه اخر يعني، وكان هناك يعني الايجو تبع يعني الامن الاسرائيلي ونتنياهو انه ليش يعني ما نعطيهم يضربوا الاخر صاروخ. أنا بدي أقوله بالنسبة ل يعني لموضوع الاغتيالات، موضوع القضية الفلسطينية، يعني الحكومة الإسرائيلية يعني تزعم أنه قضت على قيادات الجهاد الإسلامي. في الليلة اللي اغتالوا فيها 3 قياديين خلفوا في غزة 30 مولود جديد، يعني
اغتالوا قيادات ونواب ونواب كلهم هناك قيادات. وإسرائيل طبعا تفخر أنه يعني تم القضاء على، ولكن أنا حسب رأيي أنه كل الجهاد الإسلامي هو تنظيم صغير وقدر أنه يعني يخترق العرف الإسرائيلي. ومن تل أبيب جنوبا أعتقد أكثر من 2,000,000 مواطن إسرائيلي 4-5 أيام قدر يعني شل الحركة في إسرائيل. وهون ما في كل الحكومات المتتالية في إسرائيل ما عندها استراتيجية لحلول حلول غزة والضفة وحتى عرب الداخل. سنتطرق بعد قليل إلى هل هنالك في الأفق أو لماذا لم يطرح في الأفق حل استراتيجي، وهل يعني يتصدر دائما الحل التكتيكي. سنعود إلى ذلك بعد قليل، لكن قبل ذلك كيف تتوقعان أن يكون رد الفعل الإسرائيلي؟ ونحن يعني قبل قليل استعرضنا بنود الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اغتيال قيادات الجهاد. يعني ماذا سيحدث الآن؟ كيف تتوقع هذا الاستاذ؟ في اعتقادي يعني إذا كان وحدث بالسابق يعني بعض الأمور هذه بحالة أنه كان في تفسير على إطلاق هذا الصاروخ، يعني ممكن أنه الإشي ينتهي بهذا الشكل، وممكن حتى لو لا يعني إسرائيل تتغاضى، يعني لأنه كما قلت أنه فيش اليوم هذه الإمكانية أو هذه الرغبة بالرجوع للي صار، أو أنه يكون إشي برضو نزل صاروخ إحنا بنضرب صاروخ وهيك بننهي هالموضوع. يعني لأنه حتى الأطراف اليوم يعني وطبعا في عليها ضغوطات قوية، يعني وهذا كان واضح من خلال الأيام اللي فاتت سواء على المقاومة بغزة سواء على إسرائيل من عدة دول ومنها غير مصر، يعني أمريكا وقطر وبعض الدول الأوروبية نعم والأمم المتحدة إلى آخره. يعني الإشي مش واقع بس بين الطرفين هدول وبس. فبالتالي في اعتقادي إنه الإشي ممكن ينحسر هنا، وإلا يعني إذا صار وتطور ممكن يتطور لإشي أكبر من اللي كان بالسابق، وهذا ولا طرف بده يعني سيؤثر على الحركة نوعا ما. أنا في اعتقادي رح يأثر على كثير أشياء، وكمان رح يقحم منظمات أو تنظيمات تانية في قلب المعركة هاي في حالة إنه رجعت بقوة وكمان مرة، لأنه المرة الأولى يعني شفنا إنه حركة حماس كانت على الجهامش يعني وما تدخلت، ولكن تقدرش تتدخل لأنه كمان الضغوطات تقدرش تستمر بعدم التدخل لأنه في ضغوطات في غزة رح يكونوا عليها. أستاذ نمر، يعني كثر الحديث عن دور حركة حماس في الحرب الأخيرة، كيف ترى هذا الدور؟ أعتقد أنه يعني تم الإعلان من قبل الجهاد الإسلامي المكان الاغتيالات في أول 36 ساعة ما ردوا، لأنه كان هناك كما يبدو تنسيق في يعني غرفة مشتركة لكل الفصائل. وبدون شك أنه لو حماس ما بدها ما بيكون هاي، لأنه هناك اللي بيقرر في غزة حماس، ولكن حماس في إلها طبعا حساباتها وكانت داعمة للجهاد الموجود في. بالنسبة لحماس أعتقد أنه يعني بيحاولوا في النظام الإسرائيلي أنهم يحاولوا يشكوا حطوا يعني شرخ بين التنظيمات، يعني بكل كل وقت انه احنا حماس طلبنا انه ما تدخلش وكانه حماس له تعليمات من اسرائيل. وانا اعتقد انه هذا الشيء يعني ما له تاثير. انا يعني بتوقع انه هم يعني يعني لما اغتالوا قيادات للجهاد هاي رساله لقيادات في حماس انه برضو دوركم جاي، وما تتوقعوش انه يعني رايحين نكونوا سالمين. وحماس رايح طبعا يوم من الايام يكون صراع، بس الصراع مع حماس بيكون على نطاق اوسع، وفي القياده الاسرائيليه والقياده الامنيه والسياسيه بيعرفوا انه الصراع مع حماس راح يكون هناك في الاف الصواريخ، في صواريخ بعيده المدى، في قدرات اكثر، وهم بيتجنبوا الصدام مع حماس. يعني شاهدنا تفاجؤ الطرف الاخر بمدى القدرات الموجوده، صواريخ الجهاد حتى في صاروخ اللي وصل لحلو لرحوفوت بيقولوا انه حتى الكوب الحديدي ما قدرتش تصدى له لانه في تقنيه معينه اللي ضللت يعني شوشت على الكوب الحديدي. فيش شك انه من يعني بالرغم الحصار اللي موجود على غزه، ولكن هناك الحصار من كل الجهات حتى مصر واسرائيل والبحر وكله، عندهم قدرات لانتاج هناك فعلا صواريخ بعيده المدى، في تقنيات
وأنا أعتقد أنه هذا فاجأ الكيان الإسرائيلي حتى في هذا الصراع. فيش شك أنه من جولة لجولة عمال في تطور، يعني في تطور من ناحية الأسلحة، من ناحية نوعيتها، من ناحية كمية المتفجرات اللي بتحملها. نحكى على صاروخ، بتطور الصواريخ من صاروخ اللي هو مش طويل المدى، اللي كان بيحمل 200 كيلوغرام من المتفجرات، وهذا إشي جديد. فبالتالي يعني كل طرف بيطور قدراته من جولة لجولة، وهذا إشي خطير يعني للطرفين في اعتقادي. أستاذ أحمد، دعنا نتطرق قليلا إلى الفجوة التي حاول أن يقوم بردمها نوعا ما نتنياهو، حيث أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع شعبية نتنياهو وحزبه الليكود في أعقاب الحملة العسكرية على قطاع غزة طبعا. وهناك من يقول إنه جاء للبحث عن طوق نجاة لنتنياهو في ظل اتساع المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد حكومته. ما رأيك بذلك؟ نعم، أنا في اعتقادي أنه الرابح الأكبر بالمعركة هي هو نتنياهو، يعني هذا ما في شيء شك فيه، أنه هو الرابح الأكبر من كل الأطراف. وهو طبعا هذا اللي انعمل على أساس يخدم المصلحة السياسية لنتنياهو. يعني الضربة الأولى اللي فيها تم اغتيال 3 قيادات من الجهاد الإسلامي، تم اغتيال كمان جزء من عائلاتهم، وهذا ممنوع حسب القانون الدولي. يعني أنت تقصد النساء، زوجات، نعم، الأطفال النساء والنساء والأطفال التي ذهبت ضحية، نعم، هذا، نعم. يعني نتنياهو كان مستعد أنه يضغط على الجيش يقوم بهذه العملية بكل ثمن، يعني حتى بثمن إدانة إسرائيل دوليا على عملة زي هاي، أو حتى مستقبلا يعني ممكن أنه تتعرض إسرائيل لمحكمة دولية من أجل إشي زي هذا. ولكن هذا كان همه الوحيد، هو الرابح الأكبر لكثير أسباب. أولا طبعا قبل كل إشي هو كان بده يفرجي للحكومة كلها اللي عم صار فيها تصدعات، إنه أنا البوس، أنا المدير هنا، مش بنغفير اللي أبو التيك توك اللي بيجي بيحكي كل يوم وبيجعجع وبيطلع وبيعمل وبكذا، هو المدير، لا أنا المدير، أنا القائد، أنا البوس. حتى ما شاركش ولا حدا غير هو جالانت طبعا وزير الأمن، هم الاثنين الوحيدين اللي قرروا للخروج لهذه العملية. وهذا كان مقصود، يعني هذا لا كابينيت ولا شيء، على أساس تحييد الباقيين وكمان إظهار تحييد الأطراف الثانية وخاصة مكبير. الإشي الإضافي، الإشي الإضافي اللي هو كسبه هنا، أسكت الأصوات اللي بدها هلأ الانقلاب القضائي وكذا، لأنه هو واضح أنه في عليه ضغوطات دولية في الموضوع هذا، وهذا كمان شوي بريحه. الإشي الإضافي كمان أنه نزل من حدة المظاهرات اللي عمالين نشوفها في الشارع. فهو من بشيء زي هذا يعني عمليا كسب بكل المستويات. وطبعا أهم شيء بالنسبة له رفع أسهمه من ناحية الاستطلاعات يعني في الشارع، وأسهم الليكود اللي كانت وصلت لعشرين مقعد وتحت العشرين مقعد، يعني وصلت للحديد. فبالتالي هو اليوم يعني وصل لمحل أنه بدأ يقول للناس أنه أنا رح أرجع كما كنت، وهلأ بدنا نبلش نشوف مواضيع الاقتصاد وكذا وكذا. تقول يعني وكأنه نوع من رأب الصدع الذي كان. نعم نعم، ولكن اللي جاي من رح نشوفه إحنا قدام، في ميزانية جاي لازم يصدقوا عليها إلى آخره، هذه أمور رح تتبين في الأيام القادمة. أستاذ نمر، ما هي أبعاد هذه العملية العسكرية على تماسك الائتلاف الحكومي في هذا السياق، خاصة وأن هناك من يقول إن هذه الحملة جاءت لإرضاء بن غفير الذي رفض التصويت مع الائتلاف، وبالتالي خرج نتنياهو لهذه العملية؟ ما هي الأبعاد؟ بدون شك أن ما يخفى على أحد أنه من يوم يعني تأليف هذه الحكومة هناك في أزمات سياسية لها الحكومة. وأعتقد أن نتنياهو انشغل من أول يوم قيام هالحكومة في الانقلاب القضائي للنجاة من موضوع طبعا القضاء وتقديمه للمحاكمة. بدون شك أنه نتنياهو كان له أهداف، مش الهدف كان أنه يقتل طبعا ويغتال ويعمل، وإنما هدفه كان ترميم الاستطلاعات. يعني هو لاحظ أنه في المدة الأخيرة بعد الانقلاب القضائي، محاولة الانقلاب القضائي والاستطلاعات أعطت أنه الحكومة هاي وتراجع الليكود. أنا أعتقد أنه كان له عدة أهداف في هاي الحملة، اللي منها أولا طبعا بده يصدر، وكل رئيس حكومي كان يعني بده يرضي اليمين كان بده يرفع أسهمه في الاستطلاعات طبعا، على يصدر هاي الأزمات للقضية الفلسطينية على الشعب الفلسطيني على غزة.
طبعا في عدة أهداف. أولا هو طبعا بالنسبة لنتنياهو من هذه الحملة هو ترميم الاستطلاعات ارتفاعه فيه، وهذا ملاحظ يعني موجود. إرضاء طبعا بن غفير وسموتريش على أساس أنه في عنده تصويت للميزانية، هيك ضمن أنهم طبعا صوتوا للميزانية. واعتقد انه هاي احد يعني اهم الانجازات بالنسبه لنتنياهو، انه يحاول بالنسبه للتصدعات اللي ظهرت في الحكومه انه ما تكون مستمره. انا بتوقع انه هاي الحكومه رايحه تستمر كل مدتها يعني 4 سنين، لانه اليمين المتطرف الموجود اليوم سواء بن غفير او سموتريش او الحريديم ما فيش عندهم خيارات اخرى. يعني اعتقد انه نتنياهو اليوم هو اسير لهم لهذول الناس، وهو تقريبا لاحظنا اليوم في التصويت هم اسرى له يعني، لاحظنا اليوم انه في انتقادات على الحكومه اليوم بعد يعني وقف اطلاق النار. اليوم بلشوا اليوم في الكنيست يبحثوا موضوع الحريديم واموال الحريديم، مش يحوضوا الناس اللي مثلا تضررت وشي من عنه. انا اعتقد انه هاي الحكومه هي حكومه يعني اللي يعني الحريديم وسموتريش وبن غفير عرفوا نقاط الضعف لنتنياهو بالنسبه للقضايا وتقديمه للقضاء، وهم بكل خواجات سحتيمته يعني بيستغلوه وبيحاولوا يبتزوا منه قديش اكثر، وهو رهين لهي لكن بن غفير اليوم هدد انه مش راح يصوت مع الميزانيه، ولكن نتنياهو هو عارف انه بن غفير اسير له زي ما هو اسير لبن غفير، وفي بالاخر يعني هم فاهمين انه اذا تفككت الحكومه مش راح تكون يعني حكومه زي هاي في المستقبل، ولا باي تركيبه ولا باي شكل من الاشكال. فبالتالي عندهم كلياتهم هدف واحد، رغم الاختلافات اللي بيناتهم عندهم هدف واحد انه يضلوا في هذه الحكومه. فيش حكومه بديل لهم بالنسبه لهم. مع ذلك نعود ايضا الى قضيه الاستطلاعات وقضيه الائتلاف الحكومه ما الى ذلك، حيث قبيل التصعيد على غزه اظهرت استطلاعات الراي تصاعد قوه احزاب المعارضه ونجاح رئيس حزبها محنيها مملختي بيني غانتس في مضاعفه قوته مقابل تراجع شعبيه نتنياهو وحزبه واستحالة تشكيل الحكومة في حال أجريت انتخابات جديدة، وهو ما يؤيد فرضية ذهاب نتنياهو للتصعيد العسكري بغرض إنقاذ حكومته. هل باتت هذه العمليات العسكرية هي المنقذ بين هلالين لردع فجوة الاستطلاعات عند نتنياهو أو أي رئيس حكومة في إسرائيل؟ ومن الذي يدفع الثمن؟ فيش شك انه انا قلت يعني هل باتت هي الوسيله؟ نعم احسن وسيله انه نعمل انه احنا موجودين في حاله حرب. يعني اول شيء بتيجي فترات انه بنسمع انه العدو الاكبر لاسرائيل هي ايران، فبنسمع ايران 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 في وقت اللي فيه ازمه، ولكن لما بتشتد الازمه اكثر فالتوجه هو نحو بالاساس نحو غزه. يعني احنا بنشوف اذا احنا بدنا نرجع لورا بالاساس يعني بس بالاساس هي غزه. يعني في 17 لليوم صار 17 جوله من هذا النوع مع غزه، يعني 17 جوله. يعني اذا زي ما تفضلتي فيش رئيس حكومه ما استغلش ودخل في جوله زي هاي مع غزه لاسباب لاهداف طبعا داخليه بالاساس، لانه أزمات تصدير أزماتهم سياسية. أصلاً الحكومات المتعاقبة في إسرائيل بتكذب على شعبها لأنه ما بتقول لشعبها يا عمي ما فيش حل، الحل الوحيد هو بحل القضية الفلسطينية وإلى آخره. كل واحد بيقول لك مش على وقتي، يعني أنا فاهم هذا الإشي بس مش ما يقولوش إنه أنا اللي سويت الإشي هذا. وطبعا نذكر محاولات أولمرت ومحاولات باراك ومحاولات شرون ورابين إلى آخره إلى آخره، فكل واحد بقول لك مش على وقتي، ولكن للأسف الشديد يعني أنت بتشوف إنه في جزء أجزاء كبيرة من الشعب هذا ماشي وراء الموضوع هذا. هي أصبحت القضية قضية إيجو، يعني هاني ضربت ابن الجيران كف وقعته على الأرض، هاي الفكرة. يعني هم فاهمين انه ما خلصتش الحرب، انه بكرة كمان جولة وكمان جولة وكمان جولة، كل قائد او كل رئيس حكومة رح يجي رح يستغل الاشي هذا، ولكن هينا والله اغتلنا كذا. طب بالسابق كان اغتيالات، يعني احمد ياسين الشيخ احمد الى اخره، يعني صار اغتيالات على مدى سنوات طويلة. سياسة الاغتيالات اجابت ولا شيء، يعني بيروح واحد بيجي واحد بيروح واحد، لانه المقاومة موجودة والقيادات بتتبدل وبتتغير إلى آخره، فبالتالي هذا ما له جدوى. والفهمانين يعني في يعني حتى من المعلقين من الساسة من الصحفيين الإسرائيليين فاهمين هذا الإشي وبيحكوا، ولكن اللي بيقرر بالآخر طبعا الحكومة، وهي بتستغل الإشي هذا بتستغل غزة لحل أزماتها الداخلية.
وأيضا من يدفع الثمن في مثل استخدام هذا المنقذ أو طوق النجاة لرئيس الحكومة عادة حينما يقرر أي تصعيد وأي عملية؟ بدون شك طبعا اللي بيدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو بالضفة. احنا بنلاحظ في اغتيالات واقتحامات بالضفة كمان، وما بننساش برضه كمان انه يعني خلينا نقول الشعب الاسرائيلي في منطقه غزه المستوطنات كمان بيدفعوا الثمن، ونحن بنلاحظ انهم بتذمروا طبعا، انهم ما عندهم يعني نمط حياه طبيعي، من جوله الى جوله دائما فيش استقرار عندهم. وانا اعتقد انه بالنسبه للسياسيين ما بيعملوا حساب مين بيدفع الثمن، هم بالنسبه لهم مش دافعين ثمن، طبعا بيصدروا لازماتهم السياسيه لترميم استطلاعات الراي، وكل رئيس حكومه احنا بنلاحظ بحاول لما يكون عنده مشكله او عنده ازمه سياسيه بيصدرها سواء في اغتيالات او في اقتحامات للضفه او لغزه او لجنوب لبنان. وانا اعتقد انه كل الوقت اللي ما في هناك تخطيط استراتيجي لحل قضيه، في لازم يعني الشعب اليهودي لازم انه في قضيه ديموغرافيه، في 4.5 مليون فلسطيني من النهر للبحر وفي مليونين في غزه، يعني تقريبا يعني عدد الفلسطينيين يساوي عدد اليهود في اسرائيل. يعني اعتقد انه ما بيقدروا طبعا في اي نظام اسرائيل واي حكومه ما بتقدر تبيد 6.5 مليون فلسطيني، بقتلوا 1 و2 و10 بس هذا ما بفيد. في هون مشكله يعني قضيه حبه الاكمول هذه بتعطي تقدير، ولكن حتى كل اسرائيلي واحنا بنلاحظ في الاعلام حتى مواطنين سديروت وفي الجنوب تساليهم بقول لك احنا طبعا احنا عارفين انه وقف اطلاق النار مستنى في الجوله الثانيه، بس هي بفضل الكل بيعرف انه هون ما في حل جذري، في هون حل جذري. نعم بس بالنسبه لنتنياهو اللي بدي اقوله يعني على كل الاحوال هو اتضرر، يعني انا بعرفش او بفكرش انه راح يرجع كما كان، يعني انه هو كصاحب السلطه الوحيد هو كان يكون كمين مؤهل يكون رئيس حكومه يكون فوق والباقيين تحت، هذا صعب بيرجع لسابق عهده، يعني رغم انه في ترميم معين في تقدم معين بالاستطلاعات، ولكن في اعتقادي انه يرجع للي كان له راح يكون له صعب، وخاصه مع ائتلاف من هذا النوع. في سياق الحديث عن الحل ده يعني يدفعنا التساؤل ويدعنا ان نضع على الطاوله الحديث عن دور مصر كوسيط للتهدئه والهدنه بين الطرفين الاسرائيلي وحركه الجهاد الاسلامي في قطاع غزه، لماذا لا نشهد تدخلا كحل استراتيجي وليس تكتيكي يقف عند اعتاب التهدئه فقط؟ اعتقد انه بالنسبه للدور المصري يعني ما عندها قدرات مصر تفرض على اسرائيل، قضيه الحل للقضيه الفلسطينيه مش في مصر ولا في تل ابيب، في واشنطن هناك بيقرروا بالنسبه لموضوع القضيه الفلسطينيه. كل الوقت اللي يعني احنا بنلاحظ حتى تصريحات القياده الاسرائيليه بيقول لك احنا بدنا نشمر حماس، يعني بنلاحظ احنا كل المحللين بيقول لك احنا بدنا نحافظ على حماس، ليش نحافظ على حماس؟ بيقول لك احنا معنيين نفصل حماس عن الضفه، لانه اذا بتوحدوا بصير طالبوا دول الفلسطينيه، هيك في عنا عاملين شك فرق تسد، حماس في غزه ابو مازن في الضفه، اذا ما في هنا وحده اللي نقدر يطالبوا في قضيه في دوله فلسطينيه، وهذا حاليا طبعا مش لمدى بعيد، هذا لوضع اني اللي بيخدم الحكومات الاسرائيليه. وانا اعتقد الحكومه المصريه يعني بتحاول تساعد في وقف اطلاق نار، ولكن ما في التزامات، يعني حتى لما اسرائيل تلتزم وبعمل وقف اطلاق نار وفي شروط طبعا اسرائيل تنقض هذه الشروط ولا يعني تلتزم، فما بالك يعني حتى على وقف اطلاق نار ما تلتزم او اغتيالات بتلتزم على قيام دوله فلسطينيه. بدون شك انا اعتقد انه ما في قدرات عند يعني الحكومه المصريه والوسيط المصري انه يوصل لحلول يعني نهائيه استراتيجيه. الحل بس في الولايات المتحده في واشنطن بيجي. لكن استاذ احمد ماذا مع الحل السياسي؟ هل بات خيارا غير مطروع على الطاوله حتى من قبل احزاب اليسار التي تطلق على نفسها احزاب اليسار، أما أنه يعني لم يعد هناك يسار من الأصل؟ أنا في اعتقادي فيش يسار، يعني في إسرائيل تقريبا فيش يسار، احنا بنشوف يعني إنه إيش يسار؟ ميرتس اللي هو كان احنا بنعتبره يسار أو جزء من اليسار في الانتخابات الأخيرة ما مرش نسبة الحسم، يعني حزب العمل هو مش هالقد يسار، يعني وكمان هلا كمان هو يعني ممكن هو أو ينقرض يعني هو أو ميرتس هم اللي 4 5 هو وميرتس مع بعض والباقيين يعني يعني احنا بنشوف القوى اليمين طلعت بشكل مخيف. يعني انا طبعا بختلط مع كثير من اليهود ومن الشباب، يعني اللي بده
تحوله انه فوق حوالي 80% ويمكن فوق 80% من اليوم الشباب اليهود عندهم توجه يميني يعني هذا صح. عشان احنا ما وهذا هو المستقبل اللي احنا بدنا نواجهه. فبالتالي هم لا بيشوفوا دولة فلسطينية ولا ما يحزنون. بالنسبة لإلهم عاشوا وقاموا على انه والله في وضع زي هذا بدنا نحفظه، وبكره منيجي ومنقسم الضفة لعدة اقسام، وبكره كذا وبكره كذا، وهي امريكا بظهرنا وهي اوروبا بظهرنا. وهذا في اعتقادي اذا ما صارش اشي اللي هو هالقد كبير اللي 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 يضرب الاطراف بالاخر مش راح يجوا برضاتهم لاي طاوله مفاوضات ولا يوصلوا لاتفاق. وبالاضف الى ذلك يعني وضع الفلسطيني المحزن اللي هو مقسوم بين ضفه وغزه، اللي انا باعتقادي اضر القضيه الفلسطينيه على مستوى العالم. يعني اي محل بتروحوا بالعالم اليوم بقول لك طب يا عمي اول شيء بدكم دوله توحدوا يا عمي. فهذه واحده من الامور، يعني هذه الامور مجتمعه طبعا. واليوم كان مره تعويل على الدول العربية والدول الكذا، اليوم الدول العربية بدها مين يدعمها ومين يساعدها. بالأغلب طبعا كان مرة معسكرين في الدول في العالم، اليوم معسكر واحد فقط لا غير. يعني الخارطة السياسية العالمية كلها تغيرت، خارطة الشرق الأوسط تغيرت، الخارطة الداخلية تغيرت. فبالتالي الوضع ما بيصير، أنا ما بفقدش الأمل طبعا، ودائما دائما احنا بنعيش مع الأمل، لأنه لو ما فيش الأمل هذا كان ما عندناش وجود. ولكن الوضع اليوم في أحلك الظروف اللي بتمر فيها القضية الفلسطينية. أستاذ نمر، أريد أن نسلط الضوء على حل الدولتين. هل رحل عن الوجود وبالرغم من أن نتنياهو قد تحدث وصرح ذلك في الأمم المتحدة عام 2016، وأيضا يفعل الأمر ذاته لبيد كرئيس حكومة في العام المنصرم، يعني ومن يجدر به العمل من أجل الدفع به قدما؟ يعني هذا الحل طرح أمام الأمم المتحدة سواء من نتنياهو سواء في الحكومة السابقة من لبيد. يعني ماذا؟ أنا أعتقد أنه موضوع حل الدولتين بدون شك هذا عبارة عن شعار اليوم، يعني فارغ من المضمون، خالي من المضمون. وأنا ما أعتقد أنه هناك في يعني نشاط دولي حتى في جمعية الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وأمريكا، و حتى روسيا مشغله اليوم في مشاكلها. انا اعتقد انه موضوع حل هو عباره عن شعار، وانا ما لا الاحظ انه هناك في عمل جدي، يعني اللي يعني يجلسوا او في هناك قوه اللي تحاول يعني لم شمل جهتين على طاوله مستديره لحل هذا الموضوع. انا لا ارى هناك في صراعات طبعا، كمان في بدون شك انه الصراع في بين حماس وبين السلطه الفلسطينيه يضعف القضيه الفلسطينيه ويبعد الحل لمدى بعيد. احنا بنلاحظ اليوم شو موقف السلطه وموقف ابو مازن وموقف السلطه الفلسطينيه، كيف يعني شو بنظروا، كيف بنظروا لحماس وبنظروا للجهاد. حتى في الجوله الاخيره ما سمعنا من السلطه طبعا اي تعليق ولا اي تدخل، ولا يعني ما كان لهم دور بالمره. وانا اعتقد هذا الشيء والخلاف الموجود يبعد الحل طبعا، وبعطي مبرر اليوم حتى في النظام الاسرائيلي او الحكام زي ما بقول لك مع مين نحكي، يعني ما فيش عنوان، نحكي مع حماس ولا مع الجهاد ولا مع هم. حتى لما كان ابو عمار يعني كانت غزه والضفه يعني كان ما فيش عندنا شريك يعني نرجع هذا الدعاء. نرجع للتاريخ مين اقام حماس؟ حكومه الليكود اقاموا حماس عشان يكون بديل كونترا لعرفات. من هنا يعني هذا سياسة فرق تسد موجودة ونجحوا فيها، وفعلا هذا الشيء يبعد حل القضية الفلسطينية سواء في أي حل موجود. أنا لا أرى بالأفق حاليا في جيلنا. أنا أعتقد أنه هو أصلا إنه أصلا في الحديث للخارج والحديث للداخل. يعني نتنياهو بيحكي لما بيحكي بالسي إن إن غير ما بيحكي تقصد الشعب. نعم على مستوى الخطاب. يعني أنا بدي أسأل سؤال، في فترة الأخرانية في الأشهر الأخرانية هل ذكر نتنياهو مرة واحدة السلطة الفلسطينية؟ نعم. ولا جاب سي وكأنه بالنسبة له مش موجودة. يعني بالرغم أنه بكل أبو مازن يعني والسلطة بكل أنه تنسيق ولا ذكرهم يعني مقدس، تنسيق مقدس وفي تنسيق يعني مع السلطه الاسرائيليه بين السلطه وبين الجهاز الامن الاسرائيلي. فاللي بده فعلا وبروح بيصرح انه بدي دولتين وبدي سلام بالقليله بيقول انه هاي شريكي بشقه ثانيه، ولا مره ذكر ولا اكنهم موجودين يعني على الخارطه ابدا.
نعم، إذا كنت معنا المحامي أحمد بلحة ناشط سياسي واجتماعي، وأيضا الأستاذ نمر غانم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العربي. شكرا جزيلا لكما، كنتم معنا في بث حي ومباشر من برنامج هذا اليوم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. وأيها المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة باقي فقراتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.